نجدد المساء بالجميع ويسعدنا في هذه اللحظة نروح وياكم مباشرة مع ضيفتنا خلال هذا اليوم الفنانة والممثلة القديرة هيفاء حسين. مسي عليك بالسعادة والنور. يا هلا، مساء الورد، وشكرا على الكلام الحلو والجميل اللي قلتيه. وصراحة يعني سعيدة أكيد أن أنا أكون معاكم في هذه، رغم أن اللقاء بيكون خفيف سريع لكن إن شاء الله يكون خفيف بإذن الله تعالى. في البداية يعني أستاذة هيفاء، يعني تواجد في السلطنة وخصوصا في المجال الفني مش أول مرة ومش أول تجربة، فخبرينا من هذا الجانب. يعني أنا طبعا زياراتي لعمان بشكل عام كثيرة علشان التصوير والمسرح. يمكن الفترة الأخيرة آخر يمكن 3 سنوات علشان الكورونا وشي خفت شوي الأنشطة الفنية والثقافية، إلا إن قبلها كانت لي زيارات كثيرة فعلا. ما أنسى أول عمل شاركت فيه في عمان اسمه حلم السنين في عام تقريبا 2000 والله ما أتذكر، تقولون 2004 يمكن تقريبا يمكن بعد قبل، بس يعني أكيد الفن العماني والشعب العماني بشكل عام يعني محب جدا للفن والأنشطة الفنية والثقافية. وأنا يسعدني أن أنا أكون موجودة اليوم في مهرجان سينمانا. نعم. اللي أنا كرمت فيه، وأكيد لهم الشكر على هذا التكريم، وبالأخص رئيس المهرجان الدكتور خالد الدجالي، فالله يعطيهم العافية على هذا المجهود الجميل اللي من خلاله يحاولون هم يعني يطورون في السينما في عمان تحديدا. آمين يا رب العالمين. وتوقع يمكن أستاذة هيفاء يعني من وجودش أول مرة في السلطنة وخصوصا اليوم عام 2022 يمكن لاحظت النقل النوعية في المسرح العماني. صحيح، طبعا على فكرة أنا مشاركاتي في المسرح كانت معظمها في صلالة لخريف صلالة، فبالتالي يمكن أنا في مسقط ما صار نصيب أن أشارك بعمل مسرحي هنا، لكن تواجدت في أكثر من عمل في صلالة، وكان وأيضا الجمهور محب للمسرح والحضور مو طبيعي صراحة، فشيء جميل أن الواحد نعم. يكون نشط في هذا المجال والمشاركة، يعني حتى لو كان عندي مساحة بسيطة في الأعمال هذه، إلا أن المشاركة بحد ذاتها تكسبني أكيد خبرة أكثر، أتعرف على زملاء أكثر. يعني حلو هذه المشاركات والتعاون الخليجي يعني. نعم، تعرفين لما بس أستذكر يعني وجودش في المسرح دائما يمكن صورة النمطية اللي يعني مرسخة في ذهني، يعني الضحكات اللي موجودة على المسرح يمكن شفتي النكهة الفكاهية مع الحس العماني. صح بالضبط، لأن في بعض المصطلحات يمكن شوي صعبة وما أفهمها، فيوم أفهم متأخر طبعا ردة الفعل تكون طبيعية على حجرة المسرح. نعم. طيب أستاذة هيفاء، خبرينا أيضا يعني من خلال وجودك اليوم في السلطنة، ويمكن هالمرة يمكن مختلفة تماما من خلال تواجدك أيضا في العاصمة مسقط وتقوالج في الأماكن السياحية الموجودة معنا سواء كانت التقليدية أو غيرها. نعم، أنا مثل ما قلت لكم موجودة علشان لحضور مهرجان سينمانا، وتحديدا في الافتتاح كان التكريم أمس. نعم. فالشيء الثاني اليوم سوينا جولة في ربوع مسقط، والحين أنتوا تكلموني وأنا موجودة في متحف أو بيت الزبير، وقاعدين عاد نشوف المكان. وأنا لي زيارة سابقة من سنوات يمكن شوي طويلة لبيت الزبير، بس الحين قاعدة أزوره وكأني أول مرة أزوره من كثر ما أن المكان جميل جدا. نعم. يعني متحف غني ويعني غني بالشغلات اللي فيه، وغني أيضا بالتراث يعني. نعم. نعم جميل. أيضا ما أريد يعني نضيع عليش هذه الأوقات المسائية وأنت تستمتعين في ربوع السلطنة، نتمنى لك بإذن الله تعالى أستاذة هيفاء جوا سعيدة، وكلمة أيضا توجهينا للشعب العماني اللي يسمعنا حاليا. أبي أقول بأن يعني البحرين عمان واحد، لنا جمهور جميل وأحبهم وايد، وما أنكر لما أطلع ويعني في الأماكن العامة كيف استقبال الناس وكيف ترحيبهم. يعني الشعب العماني من أروع الشعوب اللي قابلتها في حياتي، تواضع بساطة، هذا مش مبالغة أو مجاملة، هذه حقيقة تنقال في حقكم، فنرتاح نحس كأن احنا في بيتنا.
بين أهلنا وربعنا، فبالتالي أشكركم يعني على هذه المحبة، وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظنكم، وأتمنى أرجع مرة ثانية عاد نشتغل هنا في الدراما التلفزيونية في عمان إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذة هيفاء حسين، ونتمنى لك بإذن الله تعالى جوا سعيدة في ربوع السلطنة. الشكر لكم، يعطيكم العافية.